بص، هو الكابتن عصام عبد الفتاح يعني من وجهة نظري يعني كان عامل مشترك في تلبية رغبات بعض مسؤولين الأندية. الكابتن عصام عبد الفتاح تعدى بالقول عادي جدا على خبراء التحكيم. القصة باختصار شديد، الكابتن عصام عبد الفتاح توافقت وجهة نظره من إلغاء ما يحدث ما بين الحكم وحكم تقنية الفيديو مع بعض المسؤولين في الأندية الأخرى اللي بتطالب بإلغاء الاستوديوهات التحكيمية أساسا. ليه؟ عشان مش عايزين نوضح بقى يا جماعة، طب احنا كنا بنعتمد ايه في الماضي؟ بنعتمد في الماضي ان احنا نجيب جول من وسط موسم، فاكرين جول حسن شحاته الملغي اللي وقفنا قدامه هنا حلقات وحلقات، مش ان الجول صح ولا غلط، ان الموسم كان فيه كوارث تم تجاهلها بموسم جول حسن شحاته، لدرجه ان انا قلت انا سعيد ان حصل غلطه كابتن او جول كابتن حسن شحاته عشان تكشف لنا ما تم من مجاملات على مدار الموسم من اجل فريق اخر يحقق بطوله دوري غير النادي الاهلي. هي دي اللقطه اللي بتتاخد، فبالتالي ايه؟ الغي الاستوديوهات التحكيميه عشان ما يبقاش عندك خبير تحكيمي تستند اليه، فيبدا الكلام يروح لفكره ايه؟ اصل انت اهلاوي فبتقول كذا، وانت زملكاوي بتقول كذا، وانت مش عارف اسماعيلاوي بتقول كذا. الحق. لكن القصه كلها ان الحق محتاج ان انت تجيب كل ما يساعد منظومه التحكيم على النجاح. لكن الكابتن عصام يقول لك ايه؟ اصل احنا ناس بنطبق العداله والنزاهه، عشان كده قلت لكم مفهوم العداله والنزاهه لازم يكون مرتبط بمفهوم حقيقي على ارض الواقع. مش اللي بيحصل حاليا من فكره ان كل واحد شايف العداله والنزاهه من وجهه نظره، العداله والنزاهه انك تعرض اللي بيحصل في تقنيه الفيديو وغرفه تقنيه الفيديو ما بين حكم الساحه وحكم الفيديو. بالمناسبه مش الدوري السعودي بس، الدوري البوليفي بيطبق نفس القصه دي، ان بيتم عرض ما يدور ما بين حكم الساحه وحكم تقنيه الفيديو. فلو سالت الكابتن عصام عبد الفتاح عن رايك في الدوري السعودي هيتكلم عن التطوير اللي حصل في الدوري السعودي، لكن لو جيت سالته عن تقنيه الفيديو وما يتم عرضه هيقول لك لا انا فاكر ليا حديث سابق كنت بقول ان دي جريمه وما شابه، فمش هينفع اقول ان دي فيها تطوير. لكن الحقيقه الكابتن عصام ما كانش بس عند قصه تجربه كلاتنبرج في طرح الفيديو او ما طرح ما يدار ما بين حكم تقنيه الفيديو وحكم الساعه، لا ده هو كان شايف التجربه من بدايتها لنهايتها زي ما هتسمعوا في الفيديو ده. يعني الحقيقه بدايه من ملك كلاتنبرج احنا نزلنا كتير قوي التحكيم المصري. والله والله انا مش بتغنى على احد. نزلنا كتير؟ نزلنا ده احنا صرفنا كتير قوي يا كابتن عصام، ننزل ازاي؟ هو صرفنا كتير وكانت مصاريف الحقيقه يمكن انا الناس بتعاتب عليا لما اقول ان التعاقد مع الرجل ده كان يعتبر جريم. ده حقيقه يعني، وان الناس تتحاسب، وانا عارف ان اتحاد الكوره ملوش ذنب، عشان اقول لك من الاخر يعني. لا 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 ما ترمهاليش كده وتسيبني، لا لا ما تسيبنيش في نص البحر وانت بتقول الناس تتحاسب وبعدين تقول لي اتحاد الكره ملوش ذنب. مين اللي جابه بقى؟ ما مين اللي جابه؟ الله اعلم ابراهيم، الله اعلم. بس انا اعتقد من وجهه نظر اتحاد الكره ملوش ذنب. خد بس مني كلام، انا هقول اللي اقدر اقوله واللي مش هقدر اقوله مش هقوله. خايف من مين؟ ايه؟ خايف من مين؟ مش عايز تقول. مش خايف من حد. اللي انا بقوله لك ده هو الحقيقي. طب عامل حساب مين؟ بلاش كلمه خايف، عامل حساب مين فمش عايز تقول؟ لا والله مش عامل حساب لحد، ولكن بص يا ابراهيم انا هقول لك كده وحط 100 خط تحت اللي هقوله ده. نسيب الكوره لاهل الكوره. نسيب الكوره لاهل الكوره. بس كفايه كده، والناس لازم تفهم مش لازم كل شيء في مصر يعني اقول ايه، مش عارف اقول ايه، خلوا على الاقل يكون هناك مستشارين راضيين. ايوه يا كابتن عصام. فهمني يا ابراهيم بقى زي ما تفهمني. انا بقول لك كلام والله. يعني اتحاد الكوره مش هو اللي جاب كلاتنبرج يعني؟ بتعتقد لا. بتعتقد لا؟ ومين اللي جاب بيريرا؟ طب هم ما جابوش كلاتنبرج ولو انه يفضل علامه استفهام. مين اللي جاب مين اللي جاب بيريرا؟ القصه نفس اللي جابه كلاتنبرج، نفس اللي جابه كلاتنبرج. ولكن انا ما عنديش اعتراض على ان في خبير اجنبي موجود. ما عنديش اعتراض، بس الخبير الاجنبي يعني لما جينا نفكر في البدايه اسالوا اهل الذكر. يعني ماشي. معروف مين افضل محاضرين في العالم، معروفين ماشي. معروفين بالاسم، اجيب واحد منهم. يا سيدي بلاش مصري، هات واحد اجنبي. حصل قصه في ايه ابراهيم؟ القصه كبيره قوي، كبيره جدا، القصه كبيره، ولكن لا انا ولا غيري هيقدر يتكلم فيها بشكل واضح، لان احنا مش عاوزين نصلح تحكيم. الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام عبد الفتاح ده انا يعني هاخد منه او اقتبس منه فكره القصه يا ابراهيم كبيره جدا. الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام عبد الفتاح ده خطير، بل خطير جدا. اشاره واضحه الى ان هناك من يتم فرض
قرارات على اتحاد كرة القدم المصري. اتسأل بوضوح، قال ان اللي عين كلاتنبرج بعد كتير جدا عن فكرة ان هو حد له علاقة بالكورة ونسيب الكورة لأهل الكورة. طب مين اللي عين بريرا؟ قال هم نفس الناس. طب انا هنا كنت اتمنى زميلنا ابراهيم فايق يقول له طب مين اللي كان عينك يا كابتن عصام؟ هل هم نفس الناس ولا اتحاد كرة القدم المصري؟ ما ده سؤال عايزين نعرفه. ليه الكابتن عصام عبد الفتاح رايح لسكة بعيدة عن سكة اتحاد كرة القدم المصري؟ على أي أساس رحت للسكة دي؟ هل تم تعيينك من جهة أخرى غير الاتحاد كرة القدم المصري؟ ده السؤال. لكن اتهام الناس بالباطل أو اتهام الناس بدون سند أو دليل من أجل إظهار أن منظومة التحكيم في أزمة، لا، هي الحقيقة في أزمة، بس مش أزمتها الاتجاه لكلاتنبرج. كلاتنبرج الأزمة الحقيقية، وإحنا اختلفنا مع كلاتنبرج عشان بس الناس ما تفكرش تقول إن إحنا بنتكلم عن إن كلاتنبرج تجربة مثالية. لا، إحنا مش بنتكلم عن تجربة مثالية، بس هي في أسوأ أحوالها أفضل من أفضل تجربة مصرية، أنا آسف جدا. ده الواقع. في أسوأ أحوالها أفضل من أفضل تجربة مصرية. فقصة إن أنت طول الوقت عندك أزمة مع التحكيم الأجنبي زي ما أنا عندي أزمة مع الإربيس، دي قصة غير مقبولة، لأن كلاتنبرج باختلافنا معاه وسلبياتنا معاه كان فيه إيجابيات وانتقدنا. لكن الحقيقة إن الناس تجاوزت في حق كلاتنبرج. قال جملة صعبة جدا الكابتن عصام فتاح، قال إحنا نزلنا قوي مع تجربة كلاتنبرج. أنا قناعاتي الشخصية إن الكابتن عصام عبد الفتاح بيتكلم عن ترتيب جدول الدوري ونزول فريق بينتمي ليه الكابتن عصام عبد الفتاح قوي في تجربة كلاتنبرج. عشان كده هتلاقيه طول الوقت ضد تجربة كلاتنبرج مش ضد تجربة الخبير الأجنبي. ولكن أنا بدون أدنى مزايدات الكابتن عصام عبد الفتاح قال كلام خطير جدا، كلام شائك جدا، اعتقد ان هو المفترض يطلع يوضح يقصد ايه ويقول لنا مين اللي عين الكابتن عصام عبد الفتاح في اسقاط فكره ان التعيين جه من اعضاء اتحاد كره القدم المصري. اعتقد يا فارس يعني القصه كبيره جدا فعلا زي ما هو قال. لا ده كلام انا وانا بسمعه يا اسامه يعني لم اكن اتخيل ان في حد ممكن عشان خاطر هو مشي من منصب تحكيمي وعنده مشكلة مع أي حد جه بعده يطلع يقول الكلام ده، لأن ده تشويه للكرة المصرية بالكامل. وأنا بقول لو أي حد قال أي كلام زي ده كان هيتقال إن ده كلام غير مسؤول وإن ده تعصب وإن ده كارثة وإن ده ما ينفعش يتقال. وأنا بشوف إن هو فعلا كلام غير مسؤول بالمرة إن يتقال. أنا مش هينفع أقول مين اللي جاب و لا، أنا حتى إعادة الكلام والكلام اللي أنتوا سمعتوه كلام فعلا في مشكلة كبيرة جدا، والزج بالمنظومة كلها بالنوع ده من التصريحات لمجرد إن أنا عندي مشكلة إن أنا مشيت أو إن أنا كل شوية مش عايز أرجع، أصل أنا التحكيم المصري وطول الوقت بضرب في التحكيم المصري، مش عايز أسيب اللي موجود يشتغل، ما بفكرش أساعد اللي موجود، ثم أحاول أهدم المعبد كله بتاع التحكيم المصري والرياضة المصرية عشان خاطر أنتصر لنفسي. أعتقد الكلام ده كان خطير جدا، أعتقد الكلام ده يستحق وقفة مع اللي قاله، لأن لا ما ينفعش أبدا يمر مرور الكرام أبدا، لأن فعلا 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 الكلام فيه مشكلة. طيب نيجي بعد كده لكابتن عصام عبد الفتاح، هل اكتفى بأنه هو يحاول يشوه منظومة الرياضة المصرية ويحاول يطلق هذه التصريحات؟ لا، كمان أيضا هو عنده مساعي واضحة لتشويه تجربة كلاتنبرج ثم الضرب في تجربة بريرا بشكل واضح وصريح. نطلع نسمع قال إيه. حقيقة عشان أكون صادق معاك، لكن مين يحاسب مين؟ لا، هو أنا يا إبراهيم لما أغلط مش هعترف بخطئي وأصلحه؟ صح. ولا أصمم على خطئي عشان أقول إن قراري كان صحيح؟ للأسف ما فيش حد بيعمل كده في الرياضة في مصر بشكل كبير. اللي بيغلط عمره ما بيعترف، عمره ما بالعكس بيصمم على خطأه عشان ما حدش يحاسبه. يا عم ده بالعكس، احنا هنحترمك أكتر لما تاخد قرار خطأ وتصلحه. انت بتصلحه لصالح التحكيم المصري او لصالح كرة القدم المصرية، وفي النهاية انت بتصلحه كمصري لصالح أهلك. القصة كبيرة، ولكن ربنا يعمل اللي فيه الخير في القادم ان شاء الله. لكن في عصر كلاتنبرج المبلغ اللي كان بياخده ما كانش بياخده اي خبير تحكيم في العالم كله، في العالم، حتى في السعوديه. حتى في السعوديه بريرا افضل من كلاتنبرج ولا برضه التعاقد معاه جريمه؟ بص احنا خلينا، هو الراجل اديله 4 شهور والراجل قال
انا لسه بتفرج وهبدا من بدايه الموسم، خلينا نشوف نديله الفرصه وبعد كده نحكم يا ابراهيم، لكن عشان نحكم دلوقتي هيبقى صعب، هيبقى صعب. فان شاء الله القادم يكون افضل يا ابراهيم، بس يا ريت نواجه نفسنا ويا ريت نصلح من اخطائنا، ويا ريت اللي اخطا فيه اي قرار اثر بشكل كبير على دولارات مهوله اتصرفت بدون وجه حق يا ريت يراجع نفسه، لان دي بلدنا. طيب هو لان دي بلدنا لازم نقول يا كابتن عصام، انا لو حد خبير اجنبي راتبه يعني يمكن في السنه كلها مش هيجي عقد لاعب واحد محترف في اي نادي في الدوري المصري اجنبي، يبقى هنا صدقني القصه مصلحه الكوره اهم بكتير جدا، لان انت مش حاطط رقم او حاطط حسابات تخل بفكره ارقام مش موجوده اوريدي في مسابقه الدوري المصري، سواء في تعاقدات لاعبين او مدربين او حاجات كتير جدا. ولكن المشكله الاكبر هي فكره ان انا اقول ان الناس ما بتعترفش بخطا. يا كابتن عصام، هو انت اكتر واحد شفته في حياتي كان مسؤول عن منظومه التحكيم المصري لم يكن ابدا يعترف باخطاء. روح البروتوكول، تصميم ان ده جزء من القانون، ثم زي ما قلت لعبه اخرى في مباراه الاهلي والزمالك بنفس الشكل وبنفس الحيثيات ما تطلعش تتكلم فيها خالص. ليه؟ لان لو انت اتكلمت فيها هتقر ان كلامك اللي قبل كده كان خطا. محمود عاشور واللعبه الشهيره بتاعه بيرسي تاو، دفاع مستميت عنه. احتواء، دفاع مستميت عن محمد عادل. انت كنت اكتر واحد لا تقر ابدا باخطائك ولا تعترف ابدا باخطائك، ثم استمرار نغمه كلاتنبرج كان غير مؤهل. انا عشان احاسب اتحاد الكره المصري كراي عام لازم افكر، هو كلاتنبرج ده راجل لسه مثلا بعد ما بطل تحكيم ملوش اي تجارب في اداره التحكيم او الاشراف على التحكيم في اي دوري، وانا رحت جايبه هنا احط 100 علامه استفهام. امتى علامة الاستفهام بتحصل؟ لما حد ياخد قرار هو بالنسبة لك سياقه غير منطقي. واحد لسه مخلص تحكيم ملوش أي تجارب، فرحت أنت جايبه الدوري المصري في وقت أنت عندك أزمة ومحتاج خبرات، ورحت مديله راتب عالي. هنا أقول في 100 علامة استفهام. إنما لما أجي أشوف كلاتنبرج كان موجود في الدوري السعودي كمسؤول عن لجنة الحكام، يبقى الراجل ده موجود في دوري من أكبر الدوريات في الوطن العربي. دوري هو الاغلى من حيث الارقام في الوطن العربي. وعلى فكره انا ما اتكلمش كمان على دلوقتي، هو وقتها اصلا على مستوى التعاقدات وعلى مستوى اجمالي النفقات كان هو الاغلى في الوطن العربي. يبقى طبيعي الدوري السعودي لما كان راح يستقدم خبير تحكيم لرئاسه لجنه الحكام وجاب كلاتنبرج وهو لديهم الامكانيات انه يجيب اي حد، يبقى معناه انه راح جاب ايه؟ حد عنده كفاءه. هو الدوري اليوناني اللي هو ايضا دوري لو هقارنه بالدوري المصري من حيث حجم النفقات اللي فيه هتلاقيه دوري قوي، ما تقدرش تقول ان هو بعيد، انت مش جايب حد من دوري اضعف من الدوري المصري، وكان ايضا كلاتنبرج موجود. يبقى حتى فكره الطعن في الزمم والطعن في الناس والطعن في كلاتنبرج وكانه لم يكن يستحق وكان الناس جابت واحد قاعد في البيت وخلته رئيس لجنه التحكيم، كل سياقات الكلام غير منطقيه. وانا هنا اخذ ايضا على الحوار. تمام، انت بتجيب حد هيقول تصريحات او ضيف هيقول تصريحات، ولكن انت في دور للمتلقي ان انت تطرح اسئله او تتبنى دور في طرح وجهات نظر، ان ده برضو لا ده الراجل ده ليه سي في كذا كذا. انما اطلاق العنان للضيف بان هو يقول بعض الامور الغير منطقيه وانا اترك المشاهد اللي هو ياخد الكلام ده ويقابل الكلام ده بنقص معلومات وانا في موضعي مفترض عندي المعلومات، انا ايضا عندي تحفظ كبير على ده، لان الحوار كله كان عصام عبد الفتاح بيعزف منفردا عشان يوصلنا اسامه في قناعات هو الوحيد اللي مصدقها.